للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سيد أحمد جعفر الحايكي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. بعد التحية سيد أحمد، نشكرك على قبول الدعوة. ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من تطبيق القرار وآلية تنفيذه؟ بداية يطيب لي أن أشكر لكم هذا الاتصال لتسليط الضوء على خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتأكد من آلية تنفيذ القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس. ونؤكد على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد اعتمدت في خطتها لهذا العام هدفين أساسيين للتدرج في تنفيذ القرار يمكن إيجازهما فيما يلي. أولا التوعية للالتزام بالقرار، قد تم ذلك من خلال التذكير بالقرار عبر الصحافة المحلية ودعوة الشركات لإعادة جدولة مواعيد العمل لتجنب تعارضها مع فترة حظر العمل، وكذلك تنظيم حملة تثقيف وتوعية بمضامين القرار وأهداف وطرق الوقاية من مخاطر أمراض الصيف وغيرها. وكذلك تم إجراء المسح الميداني الشامل وإعداد قائمة بالمشاريع الموجودة في كل منطقة لضمان إجراء التفتيش عليها من قبل المفتشين المشاركين في الحملة، وذلك قبل بداية الحملة بغرض حصر عدد المشاريع في كل منطقة. وبالفعل تم أيضا تنظيم ورش ومحاضرات توعوية وورش عمل إرشادية تحت عنوان صيف صحي وآمن بغرض التعريف بالقرار ونشر ثقافة السلامة وأهميتها لبيئة العمل والإنتاجية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في المملكة والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني. وقد قامت الوزارة بوضع إعلانات في الشوارع الرئيسية للمملكة وتوزيع مطبوعات وملصقات وكتيبات إرشادية وبعدة لغات يفهمها العمال، وذلك بغرض الوقاية من أخطار أمراض الصيف ومخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل. كما تم أيضا عقد اجتماعات مع الشركات التي تتكرر لديها مخالفات في الأعوام السابقة للوقوف على أسباب عدم الالتزام وتوضيح الأهداف المرجوة من إصدار القرار ومدى فائدته في وقاية العمال من الحوادث المهنية. ثانيا التأكد من التزام جميع المنشآت بالقرار، وذلك من خلال تكليف كافة المفتشين بإدارة التفتيش والسلامة المهنية من قسم التفتيش العمالي وقسم السلامة والصحة المهنية بعمليات التفتيش وقت الحظر بمشاركة رؤساء الوحدات والأقسام ومشرفي الوحدات لضمان التفتيش على كافة المنشآت بجميع محافظات مملكة البحرين. وفي الختام أود التأكيد على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال تنفيذ هذا القرار المحافظة على سلامة وصحة جميع العمال في مواقع عملهم، وتتقدم بالشكر الجزيل لجميع الشركات التي التزمت بالقرار خلال الأعوام السابقة، وتدعو جميع المنشآت لإحراز نسبة 100% من الالتزام بالقرار وتحقيق صيف صحي وآمن للجميع وتجنب المخالفات التي ينص عليها القانون وفقا للمادة 192 من قانون العمل التي نصت صراحة على يعاقب كل من يخالف أي من أحكام الباب الخامس عشر والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. والأمل يحدونا جميعا تكاتف الجميع من أصحاب عمال وعمال ومجتمع مدني بالالتزام بهذا القرار لتحقيق الهدف المنشود وهو صيف صحي وآمن للجميع. نعم بإذن الله. سيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.